يسعد صباحكم زملائنا أكيد، وصباح الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا في برنامج فلسطين هذا الصباح. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قدمت على مدار سنوات طويلة العديد من الإبداعات، آخرها فيلم عمر، وهو من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية في تلفزيون فلسطين. سنتحدث عن تفاصيل هذا الفيلم، وللمبدع محمد نايف سيكون تفاصيل أخرى نتحدث عنها من خلال هذه الفقرة، ابقوا معنا. حوالي 12 ونص واحدة صار الانفجارات ورا بعضها، اسمها انفجارات قوية، بس ما كانتش زي اللي قبلها، يعني زي كأنها عنا بالضبط. طبعا مشاهدينا الكرام، رح نتعرف على المخرج محمد نايف لليوم، صاحب فكرة فيلم عمر. رح نتعرف على فيلم عمر أكثر من خلال محمد. يسعد صباحا. صباح الخير، يسعد صباحك خولة. في البداية كان فيلم عمر وليد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان وليد اللحظة، لحظة المشاهد اللي أنت عايشتها وشفتها بالعدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع. خلينا نحكي عن الفكرة وكيف تبادرت لذهنك لأول مرة. يسعد صباحك خولاي، يسعد صباح المشاهدين جميعا. فكرة عمر، فيلم عمر بصراحة هي ما كانت إشي مدروس أو إشي مخطط له. يعني أنا عادة أفلامنا إحنا بنحضر حالنا، بدنا نعمل فيلم، نبدأ نحضر الشخصيات، نبدأ نحضر الأماكن التصوير، بدنا ننسق. فيلم عمر كان عكس تماماً. فيلم عمر هو فرض حاله عليه. فيلم عمر أنا ما كنت مخطط له أبداً. أنا كنت طالع دوامي على التلفزيون، رايح أصور أرشيف إلي يعني بكاميرتي، فروحت على مكان القصف عمارة أبو العوف، فلقيت إنه في تجمهر ناس وصحفيين ودفاع مدني، وبعدين بحاولوا إنهم بيطلعوا. فسألت إنه إيش في يعني، فقالوا إنه في ناس لسه عايشة تحت. فالموضوع بدأ هنا يتبلور في مخي إنه طيب خلينا أستنى شوية أشوف إيش آخرها يعني. فقعدت تقريبا ساعتين وانا بس بستنى، وبتطلعوا بحاولوا، الكل بحاول انه يساعد. لما بالاخير قالوا انه في حد عايش كان عمر ابو العوف، فانا ضليت. يعني كانت فكرة عمر اللي هو الشخصية الأساسية الموجودة بهذا الفيلم، هو عمر أبو العوف، كان للعنوان كمان مغزى آخر، وليس فقط الشخصية الرئيسية، لكن يمكن كمان بيحمل كثير من المعاني والمضامين الأخرى. خلينا نتحدث عنها أكثر، اللي كانت متعلقة بالعنوان. دائما أصعب شيء أنا بتصعب فيه دائما اللي هو اسم الفيلم، يعني دائما بتركه أنه يكون آخر إشي في الفيلم، بس أخلص الفيلم أنه يجيني الإلهام باسم الفيلم. عمر كان يعني هو اسم، سبحان الله، هو عمر وعمر، هو أساسا كان اسم الفيلم أولا، أول ما أجت لي الفكرة أنه هو عمر جديد أو عمر جديد بصراحة. بس بعدين حكيت كلمة جديد دائما بتيجي، يعني كلمة هي إيجابية، شيء متفائل، شيء جديد. بس لا، اللي صار بالفيلم مع عمر ومع الشخصية الثانية بالفيلم ريهام، هو يعني شيء مؤلم، إشي ما بقدر أنا أوصفه بإشي إيجابي أو إشي تفاؤلي. فكان القرار إنه يكون اسمه عمر أو عمر. تركت المساحة مفتوحة للمشاهد هو يقرر إذا كان عمر أو عمر. اللي حيشوف الفيلم هو بالآخر الفيلم راح يقرر هل هو عمر أو عمر. نتحدث عن المحتوى اللي قدمه هذا الفيلم، خاصة بأنه كل الأفلام الوثائقية بالعادة بتكون تحتوي على سيناريو وسكريبت وهدف رئيسي. هذا الفيلم كان هو اللي بيسير المخرج للنهاية. خلينا نحكي عن المضمون الأساسي أو الفكرة الرئيسية اللي مشى فيها خلال هذا الفيلم. يعني الفيلم بناقش العدوان اللي صار على قطاع غزة، هو بناقش الجانب النفسي أكثر. الشخصيتين الفيلم، شخصية ريهام اللي بتوصف الوضع اللي 2 مليون بني آدم في غزة عاشوا، الخوف، الرعب من الانفجارات، من الأصوات، كلنا مرينا بتجربة ريهام بلا استثناء. ما كان في مكان آمن في قطاع غزة يحكي إنه هذا المكان ما سمع أو ما حس، لا، إحنا كلياتنا عشنا تجربة هذه. فكانت ريهام هي بتحكي على لسان 2 مليون بني آدم. عمر
لا وصف شغلة ما حدا مر فيها قبل هيك. عمر بوصف 12 ساعة تحت الأنقاض في مكان مظلم جدا، مش سامع إشي كان في أول كم ساعة. وصف خلال مقابلتي معاه وصف المكان كالقبر، فكان يعني وصف كثير صعب. أنا تخيلت حالي وهو بيحكي إنه لو أنا مكانه، إنه أنا في مكان مش عارف أحرك فيه غير بس راسي، إيدي اليمين، أنا حاضن أختي الصغيرة، أمي حاسس بوجودها جنبي بتتنفس، أخوي أنا بحكي معاه. فكان وصف كثير صعب. وعم يفقدهم مع كل ما تقدم الوقت أكثر، يعني فعلياً أسرته كان بيفقد شخص ورا الثاني في نفس المكان اللي هو موجود فيه خلال 12 ساعة. من خلال الفيلم عمر حكى يعني انه حكى انه هو لقن اخته شهادتين وبعدين توفت، امه كان سامعها تدعي بعدين وسامع نفسها بعدين توفت. اخوه كان لاخر لحظه بيحكي معاه متواصل معاه انه انت توفيق عايش، انت يا عمر عايش، بعدين في الاخير طلع عمر توفيق ما طلعش. فهذه كلها الوصف هذا كله يعني ما حدا عاشه، ما حدا شافه، ما حدا جربه. فكانت فرصة إنه بهالفيلم هذه نظهر للمشاهد، نظهر للناس اللي برا قديش إنه إحنا في قطاع غزة عانينا وبنعاني من هذا العدوان. أكيد في نقطتين رئيسيتين يمكن كتير مهمين، بحيث أنه كتير من الأفلام الوثائقية بتتضمن مشاهد تمثيلية أو مشاهد ممكن تكون مش كلها من الواقع. هذا الفيلم كان مختلف بأنه كل المشاهد الموجودة بهذا الفيلم هي مشاهد حية وتوثقت في ساعة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. والنقطة الثانية اللي بدنا نحكي عنها مشاعر المخرج هو بوثق هاي اللحظات الصعبة، وخاصة أنه كمان أنت أحد أفراد المجتمع الفلسطيني اللي وقع عليه هذا العدوان الإسرائيلي. عادة بيكتبوا على الأفلام إنه هذا الفيلم مبني على قصة حقيقية. لا، فيلم عمر هو قصة حقيقية، أشخاصه هم الأشخاص الحقيقيين. الفيلم كله ما في أي مشهد تم إعادة تصويره أو تمثيل، هو كان كله واقع، كان كله معايش. في الأفلام الوثائقية أنا بعتمدها حالياً هي الأفلام المعايشة. زيارات ريهام كانت لبيت حانون لأول مرة، لمكان القصف، لمكان شغلها كان كله لأول مرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ظلش برج، راح البرج. مشاعري أنا كمخرج للعمل للفيلم هي يعني بصراحة هي صعبة كثير. يعني أنا يعني في جزء منه كان مخاطرة. أنا أثناء التصوير في الموقع صار قصف، يعني الخوف. أنا يعني أنا كمان عندي أسرة، أنا عندي أهل وعندي عيلة وكلنا عندنا أهلنا، كنا بنخاف. أنا خفت على حالي، أنا خفت على أهلي. ما كان في أمان. ما تحكي لي والله بريس صحافة أو تلفزيون نحمي أو والله كلنا تم استهدافنا، طاقم صحفية، طاقم إسعاف، ما كان في حدا مستثنى. فكان فكان في خوف. في أثناء المقابلات أنا كمان يعني مقابلتي مع ريهام أنا بكيت لما ريهام وصفت الوضع هي كانت عايشة فيه. عمر أنا ما بكيت، عمر أنا كنت في حالة من الصدمة، وهو قاعد بوصف شغلة وأنا بتخيل حالي مكانه، فكان إشي صعب كثير علي. محمد نايف، كثير من الأفلام الوثائقية اللي بتوثق شهادات حية بكون إلها أهداف ورسائل، خلينا نحكي عن الرسالة الأساسية اللي بحاول يقدمها اليوم محمد نايف من خلال فيلم عمر. يعني هو الفيلم باختصار هو رسالة، هو عملية توثيق لحدث صار في قطاع غزة، لجريمة ارتكبت في قطاع غزة. هذه أنا ممكن أعتبرها وثيقة حية لأشخاص تعرضوا للعدوان الإسرائيلي. بتوقع هذه ممكن احنا نستغلها في المحاكم الدولية، ممكن نستغلها في مؤسسات حقوق الإنسان، انه تفضلوا يا عالم شوفوا واسمعوا ايش اللي صار. يمكن لهيك هذا السبب الرئيسي اللي جعل محمد نايف يترجم هذا الفيلم الى اللغة الإنجليزية. هذا صحيح. انا بصراحة هي ترجمت اللغة الإنجليزية، وفي مخطط ان شاء الله يترجم للغة الإسبانية واللغة الفرنسية، لانه انا حابب الفيلم هذا يوصل لاكبر عدد من الناس.
يمكن من أصعب اللحظات اللي بعيشها الصحفي أنه بيسقط على نفس الواقع اللي بشوفه والقصص الإنسانية اللي بعيشها بشكل يومي. وقصة عمر حكت عن كثير من التفاصيل اللي شفناها وعايشناها بفترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأنت أبدعت في توصيل الصورة الحقيقية والمشاهد الحقيقية والحية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. محمد نايف المبدع والمخرج عنا بتلفزيون فلسطين اللي على مدار سنوات قدم أعمال كثير مميزة، شاكرين كثير لك ويسعد صباحك. أكيد يسعد صباحك. خايف انه بالمستقبل احس بالوجع انه فقدت اهلي.